السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. كديرين بخير؟ حتى اليوم جيت نشارك معكم نهار ديالي كندوزو، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي غادي مع رمضان كلشي بخير، ونبقى مع الفيديو. انا راه شويه كنحشم نهضر في الزنقه، حيت هنا شويه فضوليين كيبقاو يحمصوا. الله يستر الله يستر. واخا حتى انا بعد مرات فاش كنكون في الطوموبيله كنبقى نبرك شويه، ولكن ماشي هكا انا اللي دايز كيشوف. المهم عندنا واحد الشميشه واعره زوينة، بقاو مع الفيديو. انا يلاه راجعة للدار، عرفتو سخفت، واحد الشمس واحد الصهد. شوفو الشمس، انا راسي مكنشوفوش في التليفون. المهم بقاو مع الفيديو، انا سخفت صافي. هنا عندنا واحد المدرسة، وهذه واحد الدار كلها عامرة. المهم جاوني الباكين فارقين، لكن جاني واحد الباك ديال الشاي اوردينينا على شي حويجات. دابا غنحلو معاكم نقولكم شنو جانا. انا خديت عار سيوى العيد ان شاء الله. و المهم هانتوما غتشوف، انا ما عنديش معايا الحلة، غنشوف واش هذا فيه الكسوة ديالي ولا اش فيه. المهم هنا كاينين هاد الطوينكات، هنا غتكون شي سميتة ولا لا. هادو ديال الديكورات غيلاصقو في الحيط. هادي سمعي، انا عارفة عالف ستي شي لاخر اللي دار عليه ما عارفة، داكشي علاش تا غنشوف معاكم تانا ونقول ليكم. هادي ديال سداري ديال ديفانو، كوبي ديفانو. تيسحب ليا دابا جاو الحوايج، ولكن جاني لبستي، ولكن لبستي باقا ما جاتش في الباك الاخر كما قلت لكم. هذا سليب ماما، هذيك سيوه ديال ساره، شوفوا كي دايره. هذه سليب ساره، وهذا الصايم هذاك السليب. المهم هنا كاين كوبري ديفانو بحال اللي كاين هنا، بحال اللي حليت لكم قبيله. هذا غنوريه لكم، هذا ديال ديفانو، ملي غنفرشو غنوريه لكم. وهنا كسوه ديال ماما، ها هي. شوفي ملي غادي ندير طويله ندير هكا في الاخر. وهذا الباك مديحه، المهم هذا هو الباك اللي جا خاص الثاني، كنتسنى فيه امتى يجي. وهنا كاينين واقلا درات شنو يقولو لهم العربيين، دوك اللي كيدارو في رجلين كافيار، خلفان اين هذا وهذا. المهم هذا هو الباك، وبقى مع الفيديو. حنا كنركبو في هادو حنا الصراحة في الأول اللي سحب لينا هادوك الكبار، ولكن خديتي على الصغار. الكبار هما الكبار، ولكن غيلاصقو في بلاصة أخرى. غنوريكم فين غيلاصقو. مالك صار؟ اجي انتي هنا. سارة اجي. هلو.
اوه هاجي هاجي نشوف هاجي نشوف. اوه جاك واحد هاجي زيدي اش يدير بزبطي بزبطي. اش سارة قيست لبستها وما بغاتش نبينها. ايوا عادة ديري هنا ماما. ماما مشات و دات لينا المرايا و قال ماما يا عارفة الديكور اللي غدير. ماما هنيت هنا هنا وحدة هنا لا بقى ساعتي من هنا و كمان هنا و كمان اوه اجي وقفي هنا وقفي هنا وقفي هنا. شوفي راه مازال هنا كيتحلوا هادو نجوى. شوف نجوى عند الشيم. من بعد غنحلو. من بعد يتحلو. هاهي سارة سارة اجي والله حتى جاتك واعره اللبسة. ما تبيش لا وجهك لا زيدي وجهك لا زيد ما تبيش وجهك. المهم هاي سارة المهم هاي هذا السليب ما مبينش وجهك عا حط المش. هذا السليب راه ما كتحملوش ومني خاصها تشد ما خاصهاش تشدو كتشدو. وهذه الساعه قولوا لها كي جات ها هنا باقيين كنركبوا في هذا كيركبوا ماما. انا دابا غنحيد هادو يا الله. ما عرفتش نحيد المهم هيا كيجي الديكور زوين لكن كنزيدو ناخذ منها. شتو الديكور جا زوين دابا نمشيو نديرو هادوك الكبار. المهم هادي هي اللبسه الثانيه ديال سارة وصافي. قولوا لها كيفاش جاوها في الكومنتير. باي تشاو باي تشاو. هنا كنديرو في هاد المرايات الكبار نجي هنا باش نشد لكم مزيان. هاكي هذا ديري تم تم هنا وهنا هاكي سنة بوي متر لكو هاتي اللي قلت لك هاك انا ميت بابا مرحي هاك انا حليت نو كوا هاد المدر بريما كوا واحد هنا مازال خاصني ناخذ منه ما كاينش. علاش ميدي لاش ديالك كاينه ولا كاين هو لاكرويس تاسي سبورتي ويلي كي كمان حوجة
الماكين ديالي. أنا ديجا خسرت بزاف. وهي كي جات خلا ما نجي نعوجو لكن لصقت لها هادي هنا صافي جات واعرة. شوفوا انا نسق فيا كلشي. المهم هادو هادي هي سميتو ديال مرايا. دابا غنلصقو هاد لاديزيفو في الحيط وغنوريكم كيفاش غايجي. المهم هذا هو الديكور اللي لصقنا. عرفتوا شحال حنا باش لصقنا؟ حيتاش خاصكم تلصقوا بالزواقه بالزواقه بالورده بالورده. المهم هذه هنا جات شتوها كي جات زوينه. وهذه هنا كبيره وهذه جات زوينه. وهذه يلاه شريناه وشرينا معاه هادو يلاه غنلصقوهم هنايا وصافي. وهادو هو الفراش اللي هادو مالكو بري ديفانو اللي شرينا واعرين والمساند يلا غيوصلو. شتو هنا كانوا هاد سميتهم هاد الكوبري اش كيقولو. المهم هاد المساند كانوا ولكن حنا شرينا وحدين اخرين وعندنا مساند لهي تنعمروهم تيجينا الغلاف. حيت كما قلت لكم يسحب ليا غيجيني هذاك اللي فيه لبستي ولكن هذاك اللي فيه الكسوه ديالي هو اللي فيه المساند. جال باكو الاخر وبقى الاول. المهم ها هو كملي داك ديال العين. كشرينا عاوتاني واحد ديكور اخر للبيت وغنديرو فوق المرايه كما كتشوفوا المرايه هنا هو غنديرو هنا. فيستا سيري عسير بديها شويه في المرايه ديرامبا. عندك تخسر الحاجب مسيك طارطه. لا والله اصلا واخا يكون طارطه راه حنا عندنا حاجب طالع وحاجبها هاجي هذا يلا كلشي على العين. كوي باي دري دري تو على وايدي ضرتني على برشا صافي. وهذا هو الديكور جواعر جواعر جواعر. لا لا صافي عرفتو عييت عييت عييت. المهم هذه هي النهاية ديال الفيديو. نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش لايك لايك لايك. ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ومع لا فامي و صافي. شنو اللي كان خاطر نقول؟ باتشو تشوفوا في فيديو جديد.